فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت صلاة الظهر خلف الإمام فشككت بأن هذا الإمام قد سلم عن 3 ركعات، وكذلك غيري من الجماعة شكوا في ذلك، بل إن بعضهم تيقن بأن الإمام سلم عن نقص، والإمام يقول بأنه قد صلى 4، ما العمل في ذلك وفقكم الله؟ يكملون صلاتهم إذا كانوا متيقنين، يكملون صلاتهم ويسجدون للسهو. نعم.